بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية نستأنف مع ميزابرونتيساج كما نقول تعلماتي. إذا نتكلم عن السنة الثالثة ابتدائي، إذا نستأنف مع الصفحة رقم 153 لا باج 153 نتكلم عن 150 3 ثم 3 153. إذا نتكلم عن الصفحة رقم 153 au début de la page في بداية الصفحة on a chaperon rouge 3. نستأنف هنا طبعا مع قصة صاحبة الرداء الأحمر chaperon rouge. إذا جولي أنا أقرأ la rencontre. إذا نتكلم عن اللقاء la rencontre المقصود باللقاء، ومنها مثلا le verbe rencontrer ومنها فعل التقى le verbe rencontrer la rencontre اللقاء dans la forêt في الغابة dans la forêt chaperon rouge rencontre le loup il lui demande où elle va elle lui montre de l'index la maison de sa grand-mère elle lui montre de l'index la maison de sa grand-mère loin là-bas près des rails du chemin de fer près des rails du chemin de fer avec son joli portail et son gazon vert avec son joli portail et son gazon vert et son gazon vert la grand-mère ne travaille pas dans son jardin car elle est malade la grand-mère ne travaille pas dans son jardin car elle est malade à suivre et donc comme on a la rencontre elle est pas dans la forêt في الغابة شابون روج رونكونتر لولو إذن الرداء الأحمر يلتقي لولو يلتقي الذئب إذن نتكلم هنا عن صاحبة الرداء الأحمر وهي في طريقها إلى جدتها حاملة إليها الحلوى إذن هي في طريقها هي تلتقي بالذئب Dans la forêt, chaperon rouge rencontre le loup. Idem, في الغابة, chaperon rouge تلتقي الذئب. Il lui, نتكلم عن il, يعني هو. إذا نتكلم عن le loup. لا نتكلم عن elle. Il lui, إذا هو لها. Demande, يطلب. إذا هو لها يطلب. أو بمعنى آخر, هو لها يسأل. عندنا هنا الفاظ demander, يعني فعل طلب أو كما عندنا هنا فعل سأل il lui demande هو يطلب منها أو هو يسألها où elle va عندنا هاد أو تتعني أين لا نتكلم عن أو اللي ما عندهاش أكسون هذه تتعني أو كما عندنا في اللغة العربية هذا أو هذا أما التي عندنا هنا نتكلم عن أو avec accent إذا نتكلم عن أين؟ Il lui demande où elle va إذا هو يطلب منها أين تذهب؟ هو يسألها أين تذهب؟ طبعا elle va هي تذهب عندنا هنا الفاب ألي نقول في البريزون نقول في الحاضر Je vais أنا أذهب Tu vas أنت تذهب أو أنت تذهبين Il va هو يذهب أو كما عندنا هنا elle va هي تذهب طبعا مع نو نقول nous allons هذا لو فيرب الي كما تلاحظوا بانه تتقلب في الصرف ديالو نقول je vais tu vas نقول je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont هذا علاش لو فيرب الي رغم انه تنتهي ب ار ما خليناش في المجموعه الاولى طبعا الافعال في اللغه الفرنسيه مجموعات كاين المجموعه الاولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الأولى تضم كل أفعال المنتهية بـ أغ إلا لو فيرب ألي علاش؟ حيت تتلون في الصرف ديالو كما تنشوفو نقول جو في أنا أذهب تو فا أنت تذهب أو أنت تذهبين إيل فا هو يذهب إيل فا هي تذهب كما عندنا هنا نوزالو نحن نذهب فوزالي أنتم تذهبون إيل فا هم يذهبون إذا عندنا هنا
إلي دوموند ويلفا. هو يطلب منها، هو يسألها ويلفا أين تذهب؟ أن لوي مونتخ دو لاندكس، هي تشير له بالإبهام. كما تلاحظون لو شابون روج لوي مونتخ دو لاندكس. لاندكس كما تلاحظوا لاندكس هو هذا الأصبع، إذا يسمى لاندكس. أن لوي مونتخ دو لاندكس، هي تشير له بالإبهام لا ميزون دو سا غرانمير. إذا هي تشير له بالإبهام إلى منزل جدتها. لواه لابا، لواه لابا، بعيدا هناك. لواه لابا بعيدا هناك. بخي دي غاي دي شومو دو فيغ. بخي دي غاي، بخي دي غاي دي شومو دو فيغ. طبعا بخي المقصود بها قريب، يعني نتكلم عن منزل الجدة. قريب، قريب من ماذا؟ بخي دي غاي دي شومو دو فيغ. Voilà, ce sont les rails du chemin de fer. Il doit être clair en qu'on a un hadidia. Le chemin, comme on a dit, le tariq de fer, من الحديد. Comme on a dit, le tariq من الحديد. Le maqsoud, c'est le sikkel hadidia. Les rails, on a dit le qu'on a dit. Il doit être clair en qu'on a dit le sikkel hadidia. Il doit être clair en les rails. Il doit être des rails دي شومون دو فيغ. طبعا منزل الجدة بخي دي غاي، بخي دي غاي دي شومون دو فيغ. إذا طبعا منزل الجدة هو قريب من قضبان السكة الحديدية كما نلاحظ. عندما سألها الذئب إلى أين تذهب، إلي دوموند ويلفا، هو يطلب منها أين تذهب، هو يسألها أين تذهب. أن لوي مونتخ دو لاندكس، هي تشير له بالإبهام لا ميزون دو سا غرانمير. لا ميزون دو سا غرانمير، منزل جدتها. لواه لابا، لواه لابا، بعيدا هناك. بخي دي غاي دو شومون دو فيغ، قرب قضبان السكة الحديدية. افيك سون جولي بورتاي اي سون غازون فيغ. افيك سون جولي بورتاي، افيك سون جولي بورتاي اي سون غازون فيغ. اي سي نو بارلون دو لا ميزون دو سا غرانمير، إذا هنا نتكلم عن منزل جدتها، هو الذي نقول عنه avec son joli portail. Voilà c'est le portail. La maison de la grand-mère avec un joli portail. إذا مع باب كبير جميل، مع باب كبير جميل. Voilà c'est un portail. Un portail. إذا نتكلم عن باب كبير. الذي عندنا هنا طبعا هو لابا. Près des rails du chemin de fer. مع باب كبير جميل. كما نقول هنا ببابه الكبير الجميل. طبعا بورتاي، بورتاي المقصود به هو الباب الكبير. لا نتكلم عن لابورت. لابورت يعني الباب العادي الذي نعرفه. بورتاي المقصود به الباب الكبير الذي يكون عند الشركات، أو كما عندنا هنا ممكن يكون في بعض الضيعات. إذا avec son joli portail، ببابه الكبير الجميل. اي سون غازون فيغ، اي سون غازون فيغ، وبعشبه الاخضر. نتكلم عن المنزل وبعشبه الاخضر. كما نقول سي، فوالا سي لو غازون. اذا هذا العشب. افيك سون جولي بورتاي اي سون غازون فيغ. اذا طبعا هي اشارت الى منزل الجد الموجود بعيدا قرب قضبان السكه الحديديه، ببابه الجميل وبعشبه الأخضر. La grand-mère ne travaille pas dans son jardin. La grand-mère ne travaille pas dans son jardin. الجدة ne travaille pas. لا تعمل. طبعا عندنا هنا le verbe travailler. On a le verbe travailler au présent. Au présent. إذا عندنا فعل عاملة في الحاضر. نقول ماذا؟ نقول je travaille. أنا أعمل. مثلا je travaille le lundi. انا اعمل يوم الاثنين. مثلا je travaille dans cette usine. je travaille dans cette usine. انا اعمل في هذا المعمل. اذا je travaille. tu travailles. انت تعمل.
أو أنت تعملين بنفس الطريقة؟ il travaille. il travaille. هو يعمل. elle travaille. هي تعمل. كما عندنا هنا. la grand-mère travaille. أو نضيف لها هاد la négation. نضيف لها هاد النفي. فنقول elle ne travaille pas. أو نقول la grand-mère ne travaille pas. الجدة لا تعمل. إذن elle travaille. nous travaillons. nous travaillons. نحن نعمل. بنفس الطريقة إذا أردنا أن نضيف لا نيغاسيون نقول نو نو ترافايون با نو نو ترافايون با نحن لا نعمل إذا نو ترافايون فو ترافايي أنتم تعملون إل ترافاي إل ترافاي إذا نتكلم عن الوظيفة ترافايي كونجيكي أو بريزون نتكلم عن فعل عاملة نصرف في الحاضر عندنا هنا لا غون مير نو ترافاي با إذن الجدة لا تعمل dans son jardin في حديقتها نتحدث هنا عن حديقة المنزل إذن الجدة لا تعمل في حديقتها car لأنها إذن نقول car أو نقول parce que car أو bien parce que إذن لأنها أو لأنه بمعنى آخر elle est malade هي مريضة إذن الجدة لا تعمل في حديقتها car elle est malade لأنها مريضة à suivre à suivre للمتابعة للمتابعة je retiens أنا أستنبط أو أستبقي إلى غير ذلك إذن كما ذكرنا un index voilà c'est un index ثم عندنا le gazon إذن نتكلم عن العشب le gazon le gazon ثم عندنا un portail إذا نتكلم عن باب كبير ثم عندنا il travaille هو يعمل il travaille هو يعمل هو تيخدم هو خدام il travaille إذا كما ذكرنا هذا لو فيرب travailler إذا هذا فعل عاملة ومنها كلمة le travail le travail يعني العمل نقول مثلا je vais au travail je vais au travail أنا أذهب إلى العمل هنا عندنا الفعل هنا عندنا لو فيرب travailler il travaille هو يعمل كما عندنا هنا أيضا il travaille ثم ننتقل إلى الفقرة الأخيرة compétence قدرات à la fin de cette semaine tu seras capable بنفس الطريقة كما كنا نرى à la fin de cette semaine في نهاية هذا الأسبوع tu seras capable أنت ستكون قادر أو أنت ستكونين قادرة d'organiser بأن تنظم طبعا لو فيرب organiser مقصود به فعل نظم ومنها l'organisation يعني التنظيم أو تنظيم أو المنظمة إلى غير ذلك d'organiser بأن تنظم ton propos حديثك حديثك أو كلامك إلى غير ذلك إذن في هذا الأسبوع أنت ستكون قادر على أن تنظم كلامك على أن تنظم حديثك pour te repérer dans l'espace بأن تحدد نفسك في الفضاء بأن تحدد نفسك في الفضاء بمعنى آخر أنك ستكون قادر على أن تكون جملا على أن تكون جملا من خلالها تعبر عن مكان وجودك من خلالها تعبر عن مكان وجودك أنت توجد في أي مكان ستستطيع تكون جملا من خلالها يستطيع شخص آخر أن يعرفك في أي مكان أنت طبعا المكان الذي أنت توجد فيه سلسباس إذن هو فضاء ثم تغبغي هي أن تحدد نفسك لكي تحدد نفسك طبعا لغة غبغي أنك تحدد شيئا هنا عندنا تغبغي من أجل تحدد أنت المقصود أن تحدد نفسك à la fin de cette semaine tu seras capable d'organiser ton propos pour te repérer dans l'espace ثم de lire les sons X, Z, I, I les mots, les phrases, les contenants إذن في هذا الأسبوع أيضا أنت ستكون قادر على قراءة الأصوات X ثم Z ثم I ثم I إذا ستكون قادر على قراءة الأصوات ثم
ستكون قادر على قراءة الكلمات المتضمنة للأصوات. ستستطيع قراءة الأصوات لوحدها منعزلة ثم ليمو ليفخاز لكونتونو، ثم ستكون قادر على قراءة الكلمات المتضمنة لهذه الأصوات، أو في حالة أخرى ستكون قادر على قراءة الجمل لكونتونو المتضمنة أيضا لهذه الأصوات. D'écrire correctement les sons étudiés. D'écrire correctement les sons étudiés. أيضا ستكون قادر على الكتابة correctement بشكل صحيح. Les sons étudiés. Les sons étudiés يعني الأصوات المدروسة. شنو هي الأصوات المدروسة؟ هي هذه اللي شفناها. أنت غتكون أولا قادر على قراءتها، ثانيا ستكون قادر على كتابتها. إذن أنت ستكون قادر على قراءتها سواء منعزلة أو في كلمة أو كانت في جملة، أنت ستكون قادر على قراءتها. ثم كما عندنا هنا أنت ستكون قادر على كتابتها. D'écrire correctement les sons étudiés. إذن أنت ستكون قادر أنت ستكون قادر على كتابة بشكل صحيح correctement les sons étudiés. الأصوات المدروسة اللي هي هذه. ثم de lire et de partager le plaisir de lire. De lire المقصود هنا tu seras capable de lire، أنت ستكون قادر على القراءة. et de partager وعلى المشاركة، أنت ستكون قادر على القراءة وأنت ستكون قادر على المشاركة. مشاركة ماذا؟ le plaisir de lire، متعة القراءة. متعة القراءة. إذن كل شيء أنت ستقرأه ستستطيع في هذا الأسبوع بمعنى آخر على نشره وعلى مشاركته مع آخرين حتى يستطيعهم أيضا على الاستمتاع بالقراءة كما أنت استمتعت بها. À la fin de cette semaine, tu seras capable de lire et de partager le plaisir de lire. Et de partager le plaisir de lire. إذن أنت ستكون قادر على القراءة وعلى مشاركة متعة القراءة. وعلى مشاركة متعة القراءة. إذن هذا فيما يخص الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.